حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، مشاكل الطلاق كثيرة اليوم، هموم الأسر وبخاصة الأزواج الذين تزوجوا حديثا هموم لا توصف ومشاكل كثيرة. الإحصائيات اليوم في الوطن العربي تحديدا تقول بأن هناك نسب مرعبة للطلاق تصل إلى 30 و40 و50% أحيانا في بعض المناطق، شيء مرعب أيها الأحبة. ما هو السبب؟ الحقيقة العلماء والمصلحون الاجتماعيون عاجزون أمام هذه الظاهرة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام أعطانا أسس ومبادئ تحافظ على الحياة الزوجية، أسس مهمة جدا، للأسف لا أحد أو قليل من يراعي هذه الأسس. يعني أنا يمكن أن أقول لكم أيها الأحبة إن من الأشياء المهمة التي يجب على الزوجة أن تقوم بها هي أن تشكر زوجها بشكل مستمر، وهذه فريضة من الله عز وجل. أنا الآن سأعطيكم حديث قلما نسمع به للأسف، ولكنه يفرض على الزوجة أن تشكر زوجها باستمرار. انظروا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا صياغة الحديث صياغة يعني مرعبة بالنسبة للزوجة المتمردة على زوجها، الزوجة التي تتمرد على هذا الزوج لا ينظر الله إليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. المرأة لا تستطيع العيش من دون زوج، واسألوا من فقدت زوجها كم أصبحت الحياة تعيسة بعده إلا ما رحم ربي. فإذا هذه المرأة لا تستطيع أن تستغني عن هذا الزوج. على الرغم من ذلك نجد أن كثير من الزوجات يتمردن على الزوج، يطالبنه بشيء أكثر مما يتحمل، ومهما أحضر لها لا تشكره، على الأقل تقول له شكرا، أقل شيء يعني حتى مسألة ذوقية يعني. على الرغم من ذلك للأسف فقدنا مثل هذا الأمر. طيب، هذا الأمر قد يأتي بعض العلمانيين يقول: يا أخي ماذا تقول أنت؟ ما هذه الأفكار القديمة؟ سأعطيكم دراسة أيها الأحبة قام بها البروفيسور تود كاشدان من جامعة جورج ماسون. يقول طبعا دراسة طويلة وفيها مجموعة كبيرة من النتائج، ولكن إحدى النتائج التي وصل لها هذا الباحث يقول إن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن باستمرار يكن أكثر سعادة ويعيشن عمرا أطول بالمعدل. يعني الزوجة، انتبهوا أحبتي في الله، طبعا هذه رسالة للزوجات، الزوجة التي دائما تقول لزوجها شكرا، جزاك الله خيرا، تدعو له، تشكره باستمرار، هذا الزوج سوف يرتاح نفسيا. أنا سأقول لكم ما الذي سيحدث، يرتاح نفسيا ويحس بقيمته ويحس بالفعل أن الجهد الذي يبذله لم يذهب هباء منثورا، أن هناك زوجة تقدره. هذا يزيد من نجاح شخص في الحياة، يزيد من إبداعه ويزيد من إنتاجه أيضا، وهذه أشياء علمية أيها الأحبة.
معروف أن الإنسان عندما بشكل عام الآخرون يقدرون عمله يصبح أكثر إنتاجاً. الإنسان الذي لا يقدر الآخرين أعماله تجد الإنتاجية لديه ضعيفة أيها الأحبة، تجده يصاب باكتئاب أحياناً، ينخفض حتى مستوى الإبداع لديه. إذن شكر الزوجة هو مثل طاقة محركة للزوج ليعمل أكثر ويقدم أكثر ويسعدها أكثر. طيب ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن السعادة التي سيغمرها بها هذا الزوج نتيجة شكر المرأة له وتقديرها له سوف تساهم في استقرار عمل النظام المناعي، وتكون نسبة الأمراض أقل، وبالتالي تعيش عمر أطول. نحن قلنا جامعة هارفارد أجرت دراسة طويلة جدا ربطت بين السعادة وطول العمر وأعمال البر، فأنت عندما تكثر من أعمال البر، والشكر على رأس أعمال البر، الشكر هو عمل أيها الأحبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما حذر المرأة وقال لها لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، أراد أن يقول لها احذري. شكر هذا الزوج هو وسيلة لكي ينظر الله إليك بعين الرحمة. لذلك أيها الأحبة يعني الدراسة التي تحدثنا عنها آنفا تقول إن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال، وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. طبعا هذه الدراسة لمن أحب نشرت في مجلة الشخصية بيرسوناليتي، تؤكد أن المرأة يمكن أن تعيش حياة مطمئنة وهادئة وتبتعد عن المشاكل بمجرد أن تقدم كلمة شكر لزوجها كل بضع ساعات. للأسف اليوم تجد زوجات الزوج يعمل ليلا نهارا وهي لا تكاد تقول له شكرا، كلمة شكرا. لا، هذا واجب عليك، يجب أن تعمل أكثر، يجب أن تنتج أكثر. هي لا تعلم أنها تقصر عمرها، لا تعلم أنها تجلب التعاسة لها. يعني انظروا الدراسة العلمية أيها الأحبة، تريد أن تصل بالمرأة إلى السعادة فتقول لها يجب أن تشكري زوجك. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصل بالمرأة إلى السعادة وإلى الحياة المطمئنة فيقول لها ليس فقط أن تشكر زوجها، بل يقول لها إذا أردت أن ينظر الله لك وأن يكرمك يجب عليك أن تشكري زوجك، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لذلك أيها الأحبة والله يعني تصوروا أن كلمات بسيطة يمكن أن تغير حياة الأسرة بكاملها، يمكن أن تبعد عنك مشكلة كبيرة هي مشكلة الطلاق، أن يكون هناك شكر متبادل بين الزوجين. كذلك الزوج يجب أن يشكر زوجته، ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الزوجة؟ لأن طبيعة المرأة أنها تطلب أكثر ولا تتنازل، تعتبر أنها إذا شكرت زوجها تقدم له نوعا من التنازل. لا لا يا أحبتي، من تواضع لله رفعه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا عنده إلى أعلى درجات إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.